بكم مشاهدينا مرة تانية. الحقيقة أكتر حاجة الولاد بيعرفوا يعني بيبقوا عايزين يزوغوا بيها من المذاكرة يقولك أنا جعان عايز أكل، فيا إما ياكل حاجة بقى يتهمدوا وتكسلوا وتلكموا، يا إما يعني نديله حاجة أو مشروب أو بتاع تخليه يصحصح معانا كده وإيه وما يضايقوش. النهاردة هنتكلم عن التغذية المناسبة في وقت الامتحانات، وفي نفس الوقت طبعا عندنا الرجيم الأسبوعي ده لا يتغير. دكتور ماجد زيتون، أهلا بحضرتك معايا. ايه الاكلات اللي ممكن تجيب تخمه وكسل، وايه الاكلات اللي ممكن تعلي التركيز؟ طيب نشوف الاكلات اللي بيجيب تخمه. الاكل الفاست فود، اي اكل هضمه صعب يا دعاء، بياخد وقت في هضمه وامتصاص والكلام ده، بيخلي كميه الدم اللي واصله للمعده تقعد فتره اطول. والدم اللي وصل للمعده بكميات كبيره بيبقى على حساب الدم اللي واصل للايه؟ للمخ. تمام؟ فبالتالي بيحس ان هو من انواع الايه؟ الخموله او الكسل او الكلام ده. فدايما الاكلات الدسمه معايا، الاكلات اللي هي متحمره زياده، اكلات الفاست فود، الحلويات الكتير برضو معايا. يعني ساعات الحلويات ديت بيبقى ليها ميزه ان ممكن اول نص ساعه تديك نوع من انواع الطاقه، وبعد كده تلاقي السكر ابتدى يقل فتحس بخمول وكسل. غير الاكلات المفيده او الصحيه اللي دايما بنركز عليها، هضمها سهل، امتصاصها سهل، تحتوي على فيتامينات مهمه جدا بالنسبه للتركيز او الذاكره. اهم فيتامينات عشان المخ بالبلدي كده ما يصديش، تمام، اللي هي مضادات الاكسده اللي دايما نتكلم عليها خبراء التغذيه. اول حاجه اللي هو فيتامين سي. فيتامين سي من الحاجات اللي من اقوى مضادات الاكسده المعروف عليها، اللي هي موجود زي الطماطم، في الكيوي، في الحمضيات زي البرتقان، الاستفاندي، الكلام ده كله. ده يخلي الجسم دايما، خلايا المخ ما تتعرضش نوع انواع التلف. معايا دايما مضادات الاكسده اللي تمنع ان المخ، معايا، خلايا المخ ما يحصلش نوع انواع الاكسده، لو بالبلدي كده ما يصديش، يقول لك خلي دايما مخك في حاله تنويض دايما مستمر. بلس ان حاجه اسمها زي فيتامين اي، يعني مهمين قوي فيتامين اي كمان مع فيتامين سي. فيتامين اي اللي موجود بكثره جدا في زي زيت الزيتون، الحاجات اللي دايما من مصادر زيتيه، زيت الزيتون، زيت الكتان، زيت الكانولا، موجود في المكسرات بنسبه عاليه جدا، موجود في سمود، اللهم صل محمد، في البذور زي بذور السمسم. يعني الولاد وهم بيذاكروا ممكن يتحط لهم طبق مكسرات، مكسرات طبعا طبعا فيه. يعني المكسرات بالنسبه لي بحتاج العناصر اللي انا محتاجها فيها اوميجا 3، فيها اوميجا 3. يعني دايما عشان دايما الذاكره لو هو موضوع الحلقه، بنركز على عايزين حاجه اسمها فوليك اسيد، تمام، بنركز على حاجه اسمها السمود فيتامين بي، موجود على نسبه حديد، لازم يكون في نسبه حديد عاليه، نسبه الزنك، يعني في معادن وفيتامينات مهمه جدا، حوالي سته كده لازم نركز عليهم. اهمهم هو حاجه اسمها الفيتامين بي، فيتامين بي بكل انواعه، سواء كان بي 1 او بي 2 او بي 3 او بي 5 او بي 6 او بي 12، موجود برده بكثره في المكسرات، ده مهم قوي. وغير برده الفوليك اسيد، عايزين مع الفيتامين بي عايزين حاجه اسمها حديد. حديد مهم جدا لتسكير الحديد، حديد موجود في نسبه عاليه برده في المكسرات. معايا ماده اسمها الزنك، الزنك مهم جدا كمعدن مهم جدا للذاكره برده. معايا ده المهم خلايا المخ، فلو اخده طبق مكسرات يحتوي على الكلام ده. غير الاوميجا 3 اللي انت قلت عليه، اوميجا 3 من الحاجات اللي الغذاء الاساسي للمخ هو الاوميجا 3 واوميجا 6، تمام، اللي موجود برضو في ايه؟ في المكسرات، مع بعض الزيوت زي قلنا زيت الزيتون، زيت اللي هو زيت الحار، اللي هو زي بيسموه زيت بذر الكتان، اللي بيتحط على الفول مثلا الصبح. معايا حته برضو الحاجات اللي برضو ممكن تعمل نوع من انواع الخمول شويه، الفول. يعني الفول على قد ما بيدي طاقه وبيدي نشاط، يعني يعني هو الفول مش لا هي مش ميزه، مش سمعه وحشه عليا، لا يعني هو دي حقيقه فعلا. دي حقيقه فعلا. معايا يعني نوع البروتينز اللي فيه بيعمل نوع من انواع الخمول او الكسل، هو يدي احساس بالايه؟ بالشبع لفترات طويله، ان كله الياف وبيقعد في المعده فتره طويله يعني جدا. يعني يوم الامتحانات الولاد ما ياخدوش مثلا سندوتشات فول؟ لا، هو افضل حاجه هيكون البيض مثلا، لو انا بتكلم عن الحاجات المهمه جدا البيض، يعني كوجبه اساسيه للاطفال لديهم نوع من انواع الاستيعاب او الابداع او الحيويه او النشاط، طبعا وجبه افطار اساسيه جدا. وقلنا عملوا دراسه لقوا ان الافطار اللي الاطفال اللي بيفطروا بدرجه تحصيلهم واستيعابهم وابداعهم وحيويتهم في اثناء الفتره الدراسيه او اثناء فتره الدراسه بتبقى اضعاف اضعاف من اللي ما بيفطرش. اهمهم هو البيض، البيض اللي بيحتوي على العناصر اللي انا عايزها، تمام، بيحتوي على بروتينات، البروتين ده مهم قوي للعضلات، المهم عضله القلب، يمنع السرطان كبيض، معايا كبروتين موجود فيه، موجود فيه نسبه الكالسيوم، والكالسيوم ده مهم جدا سواء كان الاسنان للاطفال او بالنسبه للعظام بالنسبه له، موجود فيه معدن الفوسفور بنسبه عاليه، الفوسفور ده من اكثر المعادن معايا اللي مهمه جدا لحاجه اسمها تنشيط الطاقه، تمام، بيحتوي على حاجه اسمها المغنيسيوم، المغنيسيوم كمعدن مهم قوي لحاجه اسمها تظبيط مستوى السكر في الدم. فهي عباره عن كوكتيل معايا، غير بقى ان البيض فيه فيتامين بي اللي كنت لسه بقول عليه، في نسبه الزنك المهمه جدا، فيها نسبه حديد عاليه جدا للبيض، فهي وجبه متكامله. حته سندوتش البيض دوت او البيض اللي هياكله الصبح تبقى وجبه اساسيه يحتوي على كل اللي انا محتاجه معايا بالنسبه لموضوع الذاكره او التذكير او الكلام ده. تمام. احيانا يعني شوف حضرتك بتقول الوجبات السريعه، احيانا الامهات عشان ما تشغلش نفسها بالمطبخ او الطبيخ فتقوم طالبه دليفري عشان الولاد بيذاكروا. دليفري زي ايه؟ سندوتشات همبرجر مثلا؟ مثلا او الحاجات دي ضيعت الولد. معايا اولا عشان يقعد يعني يهضم في ساندوتش
يعني مش عايز اقول لك يا دعاء هي كلمه الدهون بطاطس والساندوتش لا طبعا ده يعملوا له نوع الفول والكاسه لا طبعا عمره ما هيرفع ولا مستوى الذاكره عنده ولا هيرفع مستوى اسمه ده حته النشاط والحيويه بالعكس ده هيقعد في طول الحصه نايم معايا يعني كميه الدم اللي هتوصل للمعده هتقعد فتره اطول كميه الدم اللي واصله في اسمه ده بالنسبه للتسكير هتبقى اقل على حساب الدم اللي واصل للمخ انا يهمني قوي ان اديك الفيتامينز والمعادن اللي جسمك اللي المخ فعلا محتاجها تمام من خلال اكلات بسيطه معايا بعيد تماما عن الاكل المصنع تمام.